عن مزاعم اسرائيل وادعاءاتهم الخاصه بمصر والاتهامات اللي كل شويه يوجهوها في اتجاه مصر عشان عندهم مشاكل داخليه. ايه التفاصيل اللي حصلت وهل هناك اي تعقيب من اي حد جنبك في الاعلام اتكلم كان ليه راي اخر؟ يعني خليني بس افكر الساده المشاهدين ان احنا كان معانا لقاء مع معالي وزير الخارجيه امس، واللقاء دوت احنا عملناه ما بعد هذه الادعاءات الاسرائيليه، ولكن الحقيقه ان احنا فضلنا كقناه صدى البلد ان احنا نسال معالي الوزير في المؤتمر الصحفي وباللغه الانجليزيه حتى يكون الجواب للعالم اجمع وليس فقط لمصر. صحيح. مصر تعلم تماما انها ادعاءات وادعاءات كاذبه وتهرب كما قال معالي الوزير من المسؤوليه، ولكن اردنا في قناة صدى البلد أن نسأل معالي الوزير باللغة الإنجليزية حتى تكون الإجابة في مؤتمر صحفي. نعم. يحضروا جميع وسائل الإعلام حتى يستمع الجميع لسبب بسيط. حين يتحدث معالي وزير الخارجية بهذه الصرامة وبهذه القوة وبهذه اللغة القوية الواضحة الصريحة حول هذه الادعاءات في مؤتمر صحفي في مفوض أوروبي وفي نائب رئيس المفوضية مفوض السياسة الخارجية وفي هذا الكم من الصحفيين، بالتالي لا يستطيع هنا أحد أن يرد. هنا نؤكد أن هذه ادعاءات، هذا كذب. لو القصة يعني كانت تحتمل أي شيء ما كناش حتى إحنا قصاد البلد قدرنا نسأل في هذا الجو العام. الحقيقة كانت لا، احنا متاكدين مواقفنا يا مجدي، متاكدين مواقفنا ومعلومات اللي عندنا. طبعا فضل. طبعا، ولكن احنا كنا حابين نتاكد للعالم الدنيا صح. للاعلام الغربي كمان. نعم. حتى يستمع الجميع. يعني الحقيقه المفوض الاوروبي وجوزيه بوريل كانوا مبسوطين جدا ان هذا السؤال طرح، لان هم في الحقيقة كانوا نفسهم ان هم يتكلموا حول هذا الموضوع ويقولوا برضو ان هم متأكدين ان هذه ادعاءات، زي ما قال بوريل ان كنت اتصور ان وزير الخارجية الاسرائيلي اللي كان موجود في بروكسل يستغل وقته استغلال جيد بدل ما يقعد يعرض علينا فيلم عن جزيرة عايز يرحل عليها الفلسطينيين. يعني هذه كلام غريب جدا واتريق عليه في الحقيقة بوريل. استقبلوا ازاي كلام قصة الجزيرة دي وإقامة الفلسطينيين في الجزيرة يعني وسط المتوسط؟ كانت شبه النكتة في الحقيقة. يعني يعني هو بوريل كان واخدها بصورة الدعابة. يعني الراجل جاي يهزر ويضحك، يعني لو كان قاعد معنا واتكلم جد كان بقى أحسن. يعني ده اللي كان قصدي يقوله. يعني رفضوا المقترح الإسرائيلي. هو في الحقيقة هو يعني على حسب ما انا فهمت ان الوزير الاسرائيلي لم يجرؤ ان هو يقول للاوروبيين ان فكره الجزيره ديت لترحيل الفلسطينيين عليها. يعني هو بوريل قال ان هو يعني الوزير ما قالش ده صراحه، انما احنا فهمنا من كلامه، انما هو الراجل يعني واضح ان القصه كانت يعني اكبر من ان هي تكون نكته حتى. فالراجل خاف ان يقولها صراحه، انا عايز ارحل الفلسطينيين على جزيره صناعيه في المنطقه ديت، فهو خاف ان يقولها. انما طبعا اتفهمت ضمنا ده اللي برضو احنا فهمناه من بوريل ان هو ده اللي كان بيقصده، عشان كده قال يعني شكل الجزيره والافلام اللي هو عرضها والفيلم التسجيلي كان شكله لطيف ومنظر حلو. يعني ما قالش ان ده العرض اللي عرضه. انما كنت اتصور انه لو كان استغل وقته في انه يتكلم في القضيه كان هيبقى افضل، في القضيه الفلسطينيه، في الامن، فيما يتعلق بما يحدث في غزه كان هيبقى افضل. ده معناه ان الوزير لم يجرؤ انه يقول ان هذه الجزيره او الاختراع الاسرائيلي للترحيل. طبعا فهمت ضمنا، وبعد كده الاعلام بقى خدها وابتدى يعني مجدي ماذا عن خطه الاتحاد الاوروبي؟ ربما جوزيه بوريل يتحدث عن هذا الامر، خطه للسلام، عمليه سلام او مؤتمر سلام وحضور عدد من الدول العربيه بطبيعه الحال. ايه المخطط الاوروبي؟ ايه الافكار؟ هو في الحقيقة فكرة أساسية وهي إعلان دولة فلسطينية مستقلة والتعامل بناء على هذه النقطة. يعني وليس يعني بوريل النهاردة كان بيتكلم في المؤتمر الصحفي بيقول أنا مش عايز أتكلم عن السلام، أنا عايز أتكلم عن الدولة
الفلسطينية. وقال جملة يعني في منتهى القوة والأهمية، إن إذا اجتمع أو أقر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليس لإسرائيل الحق بأن ترفض هذا الاعتراف. قال إن هذه الخطة الأوروبية يبقى في مؤتمر دولي ينظم في بروكسل في خلال الأشهر القادمة، يحضر الجميع بما فيها إسرائيل، يتم فيه الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة بحدود واضحة وصريحة، يتم الاعتراف بهذه الدولة، ويتم التعامل مع دولة فلسطينية من أجل ترتيبات لأن تعيش هذه الدولة في سلام إلى جانب دولة إسرائيل. ده الطرح اللي بيتكلم فيه بوريل، مش بيتكلم فيه خطة سلام ولقاءات سياسية تقود إلى دولة، لا، هو بيتكلم على دولة تقود إلى سلام. يعني هو عكس الآية، قال إن إذا كان الهدف واضح يمكن أن نحقق الهدف. الهدف هو إعلان دولة فلسطينية مستقلة تتحدث من أجل كيف يمكن أن تعيش مع إسرائيل بسلام. فبالتالي الموضوع اختلف الآن، الرؤية اختلفت الآن. الأرقام الحقيقة كان ليها دخل كبير، أرقام الشهداء في غزة أصبحت يعني كابوس لدى العالم، يعني كابوس في الحقيقة. حتى يعني اللي هياخد مخدر لضميره لن يتمكن من النوم، خلاص الموضوع أصبح أكبر من أنه يعدي. هذه الأرقام وهذه الوحشية التي استخدمتها إسرائيل في قطاع غزة، وهذا الكم الهائل من الشهداء، من أطفال ونساء وشيوخ، أصبح يعني بيؤلم الضمير الأوروبي والعالمي، والحلول يجب أن تكون سريعة. لذلك كان هذا الاقتراح من بوريل بإعلان أو الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة يمكن أن تتحدث عن سلام مع إسرائيل.